انا سكيلد بعد ما اروح بمشي معاك بمشي معاك عشان افشلك. عارفه انها بتفشل. ما احب الناس اللي كذا. تدريني مره ما تسويها ادري انه يعني الموضوع يضحك بس ما ادري خفت تطلع علي سمعه سيئه. مره ما احب كذا انا اللي يحبون البراند يمسكون كل براند. ايوه انا قلبي ما حد يكلمني. اهلا بنات كيفكم؟ معكم ثناء عبد الله فاشن بلوجر مدونه ميلكي واي، واليوم معاي منال بلوج. منال بلوج راح نحكي لكم عن براند انا مره احبها واتوقع اغلب الشعب السعودي يحبونها. هذه اكبر فان للبراند. طبعا براند فوكس انتم تعرفون هذه سلسله انا دائما اسويها في القناه، وهالمره قررت انه راح يكون كولابوريشن مع منال لانه كمان منال عندها كولكشن مره يعني يعتبر كبير من نفس البراند. سو البراند اللي راح نحكي عنها هي لوي فيتون او الفي. الفي يلا نبدا معك يا منال، وريهم انت ايش عندك. هذه الاسواره، هذه اول شيء شريته من الفي. حلو. كم من 5 6 ما اعرف من زمان. بس يعني البسها مو اني ما البسها. حلو تسوي الليرينج مع قطع ثاني مره حلو. حلو لونها عنابي. صح العنابي يحدك شوي يمكن. لا بس احبه احلى. احلى من الاسود صح بس حلو مره ربعية اللف. طبعا تدري يعني تكبرينها ضوقينها. حبيت القطعه اللي فيها هي المعدنيه هذه يفتحها قلب. حلوه مره حلو. تنصحين فيها؟ اي كم اللي لا عاد هذه ما اذكر اتوقع اقل من 2000. اي اتوقع يعني ما اتوقع ان اكثر من 2000 يمكن بس بين ال 1500 تقريبا. اي بهذا الحين 1400. اللي تحب شيء يومي كذا حلوه بس لف. اي في انواع شلون في انواع في تيك حبه في رفيعه. اي انا بقول لك حلو شيء. يلا تشيني تشيني اللي عندك. حقتي مو لف. اي حقتي قطعه واحده بس انها حقتي دائريه مو مربعه اسطوانيه. حقتي الغلط اللي سويته اني اخذت مقاس صغير. اوكي فدي حسيت إيه يعني تجي قسم بالله بيبي مو قسم بالله يعني كويس. لا بس انها تحس يعني مره تجي حازه مره 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 مجرد انه فيها جلد وهذا تكفيله حقتها. وانا عجبني هذا إيه؟ حق الوشو حق زي حق الشنطه حلو مره. في مفتاح ولا لا؟ لا ما فيها مفتاح بس هذا حق المدرشتنا مو كثير. يا الله مره ضيقت انا. ايه فتجي قدي بالضبط ولازم هذا يجي هنا على الجنب ولا ما يجي يعني. ولا ما تضبط. ايه. ما ادري ايش كان في مخي يوم شريتها. ترى من زمان شريتها يمكن لها 6 سنين عندي. هذه اول شيء شريتها من الفي. زي ايه كذا حنبدا شوي من زمان وني بيبي وش كنت مره صغيره. اخذتها حتى لما اتذكر بس 1000 وشيء 1200 يمكن او شيء زي كذا. اخذتها من جده. اوكي ايه اتذكر. لا انا كل مشتريات اتذكر اليوم عرفتي كنا رايحين كذا جده كذا طلعه خربوطيه كذا سفره خربوطيه. وهذا حزام من قلبي. اوكي تو ادري عندك حزام اللي ما البسه. ايه ما تلبسينه حمارة ما تلبسه. ماي جاد. لا وبعد لونه ياخذ العقل جنن ذهبي ذهبي على نحاسي مره حلو مره حلو. ليش اخذتي الصغير؟ نحيف مو حلو على الكبير. ما ادري انعم النحيف. انعم ما احب ال تذكرت يمكن لبسته مره واحده وكذا لبست بيت يعني فاهمه؟ البي ولبست بيت. حرام عليك والله حرام عليك. لانه قاعد بالدولاب بعدين ما البسيه يعني ايش فيه؟ في غلط لازم من هنا يتدخل اول بعدين تسكرينها. حلو. ذكر يلا لقيت مقاسي كلهم كبار. كنت نحيفه. ما زلت نحيفه. اي لا الحين رجعت الحمد لله بس اللون مره حلو على فكره. اي اللون يجن مره انيق يعني. بكم والله ما ادري. من كنت سهل والله ما والله والله ما انا اللي احجر لها بالاسعار ما اعرف بس اتوقع حلو يدخل موقع الفي يعني يطلع اتوقع 2000 شيء حول 2000 اتوقع. دائما القطع اللي زي كذا يعني جلديات كذا بسيطه تكون هذه اسعارها حدودها يعني.
هذا من اخر مشترياتي من ال في، هو اصلا صورته بالفيديو حق المشتريات من دبي. سليبر لاكت اللي هو فيه هذا القفل من اريح السليبر، يعني ما احكي لكم قد ايش شوفي منال، شوفي منال قد ايش اريح من اللي كرفت. اريح من هذا اريح اريح والله، لان شوفي البسي البسي الجلد اضغطي هنا اضغطي اوكي، لما تضغطينا كذا لين كانه اسفنجه عرفتي مو زي ارمز، ارمز لا كذا يابس شوي بس ما عليه، بس مره حلو بعدين حلو الواحد يغير عرفتي. بس جميل واللون جميل وفي مفتاح وفي مفتاح مفتاح قلبي برجلي ما ادري في يدك ولا برجلي. المهم كم تعرف كم ب 2800 صح؟ ما اتذكر لان ما ماني مهتمه، اتوقع انه 2800 انا ما اتذكر. المهم الفيديو بحط لكم فوق اللي حاب يشوف. اخذت نفس مقاسي بالضبط اللي هو 39 ومره ضابطه اوكي مره حلوه، اللون حلو واللون حلو يناسب كل شيء صح كل شيء صح. يعني اصلا انا يوم اخذت ارمز بيضه كنت يعني انا كنت اصلا ابغى بنيه على فكره، انا شريته منك اي اي نو، ولا كنت ابغى هذا اللون اي انا كنت ابغى هذا اللون، بعدين قلت كل الناس شارين ارمز لون البني ليش اروح اخذ ارمز بني؟ اوكي انا ابغاه بس يمكن القاه بعدين بديل ثاني يعني. منال كمان شوز هذا اخر قطعه سويت انت ريفيو عنه اي سوينا ريفيو مع بعض انا وياها في قناتها. احكي لنا عنه تجربتي عنه. حلو بس كانه بديت اتوسخ، ماني حطيت حمايه وحطيت دنيا بس لازم توسخ ابيض طبعا يعني. لازم اكيد يعني. مهما كان ولا اصلا شريته اصلا داري انه راح يتوسخ حيتوسخ. حبيته بس مره حلو، له ثقيل يعني ما حسه ثقيل ومريح بالمشي يعطيني طول يا سلام. طبعا زي ما قلنا بالفيديو انك تقدرين تشيلين ويصير عادي يعني طويل. بحط لكم الفيديو حلو بس تدريني انا احس اني شريت اكبر من مقاسي، احس انا حسيتها كبيره، انا احس لاحظت وانا امشي يعني يمكن عشان مرتفع يمكن لو كنت جيت جوا يمسك اكثر ما اعرف، جربي شوفي ما بي والله خيري. انت ما قد جربتي ابدا؟ اوكي اتوقع انه لو كذا بتصير مقاسي ماسكه اكثر عشان رجلي يكون ربعها بس اللي جوا تحسينها وسيعه شوي. اوكي يمكن لو اخذت 38 يمكن مقاسي يمكن يعني حلو تاكدوا انتوا ايش كيف؟ توسخ هذا يبدني في منها اسود دريم مو حلوه، ما حبيت مو حلوه الاسود شفتها مو حلوه ابدا ابيض احلى. كم سعرها؟ قلت بالفيديو بس الحين ناسي هي 3000 حاجه، بحط لكم الفيديو حقها هنا. كيف تجربتك معاها بالسياره؟ انا ما تعودت شوي كعب بس عادي تدرين لازم تعودين عليها شوي، انا عشان هنا لما اضغط بنزين احس اني ضاغطه وما ضغط ما وصل من الكعب شوي بس عادي لا تدرين يعني. حلو حلو يعني هي تنصح فيها. نعم وبكذا يكون خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم تجربتكم الاغراض واغراضي احلى من الاغراض. ولا تنسون تشيكون على قناتها لانه كمان سوينا ريفيو عن قبعة ثانية من الفي في قناتها هي، فروحوا شيكوا عليها وبحط لكم اللينك فوق. واتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك سبسكرايب وشير، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانية. باي باي.